بازار بتعاون من منظمة تي دي اتش الإيطالية مع منظمة تجديد. اليوم عرضنا الأعمال اللي مشتغلينها المشتركين بمنظمة تجديد، وعرضناهم طبعا بالمركز مركز الفنون، وكان بما مجموعة من الفعاليات. كان اكو قسم مختص باللوحات والرسم، وكان اكو قسم مختص بالهاند ميد، وايضا الاكل كان مشارك، وفقرات موسيقيه. دعينا طبعا اهالي الحي والعديد من المنظمات المحليه وجهات حكوميه ايضا، واهل الحي والاطفال. فكان اليوم كلش حلو وممتع، واستمتعنا كلش هواي. وان شاء الله بالمستقبل راح يكون اكو هوايه بازارات بس باماكن مختلفه.